الآنسة الخرساء، بهذه الصفة لقبت الزرافة باللغة السريانية القديمة، وعلى الرغم من قدرتها على التواصل مع بعضها البعض عن طريق إطلاق ذبذبات خاصة، فإنها لا تصدر صوتاً مسموعاً. الطريف في الأمر أن الآنسة الخرساء تمتلك أطول لسان بين الحيوانات، إذ يبلغ طوله 46 سنتيمتراً، وهي تستعمله بمهارة لالتقاط الأوراق من الأشجار الشوكية من دون أن يلحقها أذى. تعد الزرافة حيواناً وديعاً ومرهف الإحساس، ولكن سيتلقى من يحاول أذيتها ركلة قاتلة وقادرة على تحطيم جماجم عدة أسود في ثوان معدودة، إذ لا يمكن لمخلوق أن ينجو من ركلتها. أما في حال تقاتلت زرافتان فإنهما تتضاربان بالرقبة والرأس، لأن القانون داخل مجتمع الزرافات يمنع استخدام القدم لأنها قاتلة. تمتلك الزرافة قلباً كبيراً يعادل حجمه 50 قلب إنسان، ويبلغ وزنه 11 كيلوغراماً، وهي تستطيع أن تعيش مدة طويلة من دون شرب الماء مثل الجمل تماماً، كما أنها تنام 20 دقيقة يومياً فقط. قد يظن البعض أن البقع الموجودة على جلد الزرافات متشابهة، ولكن الأمر ليس كذلك، فهذه البقع فريدة ومميزة مثل بصمات الأصابع لدى البشر، فلا تتشابه زرافتان في شكل البقع إطلاقاً. لا تستخدم الزرافات رقابها الطويلة للوصول إلى الغذاء فحسب، فلها أيضاً وظيفة أخرى هي العراك. يخوض الذكور حرباً شرسة بواسطة أعناقهم الطويلة من أجل الفوز بأنثى. يستخدم الذكر رقبته في تبادل الضربات العنيفة مع منافسه، وفي النهاية تحسم المعركة بفوز صاحب العنق الأطول والأقوى بقلب الأنثى الخرساء.